أنا اللي بشكرك دكتور خالد، واسمح لي إن أنا أرحب بالسادة الضيوف الحاضرين للمؤتمر وأشكرهم على تواجدهم معنا فيه. والحقيقة ده بيشجعني إن أنا أقول إن مهم قوي إن إحنا ممكن، وهيسعدنا وإحنا مستعدين إن إحنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لأن هو فرصة كبيرة جدا ومنصة ومنصة مهمة جدا إن إحنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضية الكبيرة جدا، مشكلة السكان. مش بس، وكنت أتمنى إن برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم، وبرضو بنظرة شاملة سريعة جدا عن موارد العالم هتبقى كافية إنها تلبي هذا الحجم، مش بس على قد مصر. ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضا هو شكل آخر باللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت إن هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكثر من 1.5 مليار أو 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكن لا تستطيع أن تفعل أن يعني أنها تساهم في ده. فاسمح لي أقول إن إحنا يعني بأكد إن إحنا فرصة إن إحنا يعني ننظم هذا المؤتمر سنويا أمر في منتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه. واسمحوا لي أكلمكم يعني شوية عن مصر بما أنكم ضيوف أعزاء موجودين معنا هنا، وتشوفوا الدولة اللي فيها 105 مليون وفيها 10 مليون موجودين أو 9 مليون بالضبط اللي احنا بنتكلم فيهم ضيوف موجودين عندنا هنا، وتقولوا إزاي الدولة ديت بمواردها اللي مش كبيرة، مواردها اللي مش كبيرة قادرة تتعايش مع ده بدون شك. أنا لفتت نظري كلمة في الفيلم الأولاني خالص، لما أحد السيدات قالوا لها إيه أصعب حاجة؟ قالت أصعب حاجة إن يبقى أنت عندك مطالب وحجم من المطالب لأسرة وأنت غير قادر على إنك أنت تلبي هذه المطالب. الحقيقة رغم بساطة الكلمة لكن هي عكست إحساس أنا بتكلم بمنتهى الصدق معاكم، يعني ليكم وللمصريين اللي بيسمعوني، هي أصعب حاجة بتمر عليا إن أنا ببقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير من المطلوب. وبالتالي ده هينعكس زي ما دكتور خالد اتكلم وحضركم تعرفوه أيضا على الجودة في كل شيء.